دابا على كل حال كان واحد البلاغ، واحد التصريح خرج على المكتب السياسي اللي عطى حيتيات واحد الموقف من استمرار وعدم استمرار من الحكومة. حيتيات أساسا حيتيات سياسية، التجاوب مع الرهانة ديال الساعة، الطريقة ديال تفعيل التوجهات المتضمنة في الخطاب الملكية ولا سيما الخطاب العرش الأخير، القضية الانسجام الحكومي، المسألة ديال انسجام الحكومة إلى غير ذلك. خدينا واحد الموقف الآن طبق القانون الأساسي للحزب، غنعقدوا النقاش أمام اللجنة المركزية اللي هي مخول لها البدء في المسألة ديال استمرار أو عدم استمرار أو المساهمة أو عدم المساهمة في الحكومة. طبيعة الحال المكتب السياسي خدا قرار، تقرير المكتب السياسي غادي يمشي في الاتجاه، ومن بعد غادي يكون نقاش ديمقراطي واللي غادي يتحسم بشكل ديمقراطي.